لله رب العالمين نحن الآن بهالأجواء الطيبة المباركة ريف الشمالي السوري، والحمد لله أجواء طيبة ومباركة الحمد لله رب العالمين. نحن اليوم في التروية اليوم الحمد لله رب العالمين، وأجواء طيبة ومباركة ما شاء الله، وهي السوق ما شاء الله يعني الأسواق كلياتها يعني محتفلة مثل ما يقولون بهذه الأيام الطيبة المباركة. نحن اليوم 10 في 10 ذي الحجة، نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لنا ولكم إن شاء الله ولسائر بلاد المسلمين إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله جميعا، والله يحفظكم والله يبارك فيكم إن شاء الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمال سوريا المحرر، الحمد لله رب العالمين. أيام فضيلة، أيام عيد، أيام وفاة، كل شيء متوفر عندنا الحمد لله رب العالمين. الخضرة، الفواكه، اللحمي، كل العالم مبسوطة وفرحان الحمد لله رب العالمين، وكله متوفر. والمبيعات يعني بهاي الأيام خص نص بتزيد ضعف ضعفين الثلاثين الحمد لله رب العالمين. يعني العالم عم تشتري، كله متوفر وكله موجود، ويعني والشعب عم يشتري وعم يأكل مانه وعم يبقى حاله الحمد لله رب العالمين. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم سالمين. يعني الحمد لله الاجواء عندنا كثير 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 تمام، وامن واستقرار وكل شيء هون. نحن بالنسبه لنا عندنا محل حلو، والحمد لله الوضع والشغل وكله كله تمام وكل شيء متوفر. الصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم مدينه الراعي الحمد لله والشكر لله، الحمد لله في ظهره عيد، في اقبال، في فرحه يعني مبينه على الناس، كل شيء متوفر الحمد لله بالنسبه للخضار، بالنسبه للفواكه، بالنسبه لاكلات العيد. بس نقارن الاسعار بين هذاك العيد وهذا العيد. هذاك العيد يعني كان اسعار دبل واكثر شوي. لا الحمد لله العيد هذا يعني صارت عندنا بضاعه يعني بلديه تمام، يعني كله بلدي صار. الاسعار يعني الاسعار صارت يعني الحمد لله منخفضه، مع ذلك يعني مع ميزة البضاعة وتعطينا عافية كمان قيادة الشرطة ما عم تقصر، والوضع كله تمام الحمد لله رب العالمين. الأمور تمام الحمد لله، نسأل الله أن يقدم علينا بالخير والأمان والصحة والعافية، وإن شاء الله هيك يا رب عيد الجاي بنكون في أحسن حال.